عقدت في الرياض اليوم ندوة أولويات الضرائب الدولية على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة. وكشف وزير المالية محمد الجدعان عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم للتبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تبادلت المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من 5 مليارات يورو، وتم تحديد قرابة 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية. وسيناقش المنتدى تطورات التبادل المعلوماتي للأغراض الضريبية وكيفية تطوير معايير الشفافية الضريبية في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.